يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر ومنه هذا، يقول لقد كثر في هذه الآونة من يقول إن عباد القبور والأضرحة ليسوا بمشركين وأن بعضهم جهال، فنرجو تبيان ذلك وفقكم الله. يدري عنهم أنهم جهال، وش يدري عنهم، وش يعذرهم وهما يدري؟ هذا كلام رجل بالغيب. إلا عباد القبور مشركون، مشركون لأنهم يعبدون غير الله. وإذا قدر أن أحد منهم ما درى ولا بلغه القرآن ولا بلغه شيء، باق على جاهليته، هذا ينظر في أمره. أما قال عباد القبور جهال ولهم مشركين، ما هذا ما هو صحيح. نعم.